ننتقل للسؤال العاشر. إذا كانت اف اكس دالة أصيل الدالة المتصلة اف اكس، فإن التكامل من بي إلى اي اف اكس دي اكس يساوي، إذا ننتبه لحدود التكامل. إذا الحد الأعلى هو اي، فالبداية راح تكون من عند الاي، انتبهوا. لازم عندما نكامل تكون التكامل طبعا كما ترون، إذا لابد أن تكون التكامل، إذا نشوفه من بي إلى اي اف اكس دي اكس، فهي تساوي الى اف الاي ناقص اف البي، لانه الحد الاعلى اي، فلذلك اف الاي كبيره ناقص اف البي صغيره. طبعا عفوا اف الكبيره يعني الداله الاصيله الاف اي ناقص اف البي، طبعا لازم تكون الاف كبيره، ننتبه اف كبيره لانه عم بالتكامل نحصل على الداله الاصليه، وناخذ الحد الاعلى بالاول. اذا الحد الاعلى اف الاي ناقص اف البي، والاف كبيره، ننتبه الخيار الصح كما ترون راح يكون سي.